السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أينما كنتم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد بلوج جديد. اليوم كنتواجدوا في واحد السنتر فيل ديال بروكسل كما كتشوفوا. القضية سيفات الناس صافي كلشي محتفل كلشي نديرو بكم واحد الدويرة في السنتر فيل ديال بروكسل. كتشوفوا السنتر عامر، السنتر عامر كلشي مصيف وكلشي الناس دخلوا عليها صافي. جميع الأجناس ديال العالم. دابا مع كورونا مبقات لا كورونا لا معقول. بروكسل بحال القضية ديال برلين مثلا، ملتي كلشي غال، جميع الأجناس العالم تيتواجدوا في هذه المنطقة هنايا، كيجيو يعني مختلف من مختلف البلدان العالم. شوفوا دابا نستاهلوا، دابا القضية بدات كتسخن وكلشي كيخرج، فهمتوا؟ هو الفيلم ديال الصيف. دابا الحمد لله كورونا ما بقات لا كورونا لا والو، ولكن بقات غير الحرب ان شاء الله دابا تزول. ايوا الله يرزقنا السلامه وحسن الخاتمه يا ربي. تشوفوا هنايا سنتر بروكسل، هو هذا هو القلب ديال بروكسل هنايا. المهم هنا جميع الأجناس كما قلت لكم كيتواجدوا في هذه البلاصة هذه. How I see you before, because here we are in Brussels. Brussels, normally we can hear all the people from the world, you know. So that's why we have something special here in the street, you know. وهادو دراجات الاكيراء اللي بغى يكري شي بشكليته مثلا كيدخل لابليكاسيون كيديروا 3 اورو في الشهر، كتخلص 3 اورو كاري بشكليته في الشهر. هادو هما كاينين انواع البشكليتات هنايا بروكسل، كاين تورتينيتات هادي لابليكاسيون كتدخلها كتخلص 3 اورو في الشهر كما قلت لك. هانتوما كتشوفوا هادي لابليكاسيون هنايا،
كدير الكود وكتدخل فوالا. Les bras. Les tartinettes, on a pu le faire. Les applications. إلى هنا نودعكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم خوتي إلى الملتقى إن شاء الله. الفيديو جاي إن شاء الله، عاود نشوفكم إن شاء الله. السلام عليكم.